تمشي علي. باكر بحولكم المركز الجديد، يعني بحولكم. لا تصرخين علي انت، يلا قلنا لك سيري جنب الحمام. فرنسا واسبانيا واذربيجان، منصات عروض عالمية استطاع هو أن ينقل من خلالها تجربة المسرح الإماراتي من خلال أعماله. على سبيل المثال ما كان لأحمد بنت سليمان وباب البراحة وأيام اللولو. وعلى الرغم من ابتعاده عن المسرح يؤمن بأهميته وأهمية الحكاية، وذلك من خلال تدريب الأجيال الجديدة على تقديم ما هو أصيل للمسرح. حديث إشراق اليوم مشاهدينا مع الأستاذ ناجي الحاي، كاتب ومخرج مسرحي. أهلا وسهلا أستاذ ناجي. يا هلا ومرحبا فيك. حياك الله أستاذ ناجي. في البداية نتحدث عن الحركة المسرحية في الإمارات، تعتبر من الجيل المؤسس أو الرائد في الحركة المسرحية في الإمارات. كيف ترى اليوم هذه الحركة المسرحية، استمراريتها، تطورها، وكيف تقيمها؟ الحركة المسرحية في الإمارات تمر بمراحل، يعني بداية التأسيس طبعاً إحنا مو بجيل الرواد، الرواد كانوا أمثال عبيد بن صندل، المرحوم سلطان الشاعر، مجموعة من المسرحيين مثل موزة المزروعي وغيرهم، هذول هم جيل الرواد، وضاع الجمعة بعد أيضاً معاهم، اللي هم أسسوا الحركة المسرحية في البداية. ويمكن إحنا هنا في الفترة الثانية، الفترة الثانية اللي هي تقدرين تقولين فيها أكثر الجانب العلمي، لأن كان فيها مجموعة من الخريجين بالإضافة للمجتهدين من أمثالي يعني. فتغيرت صورة الحركة المسرحية بأن صار في أصبح الناس عندها علم، وأصبحت محتكة بالتجارب المسرحية العربية والخليجية، فصار في نوع من التطور والقفزة. إحنا الآن في مرحلة بعد أيضا أقدر أسميها الثالثة، اللي هي بدأت تأخذ الجانب الاحترافي أكثر، بس ولكن جانب أكثر يهتم صار بالرؤية البصرية بالشكل أكثر مما في السابق كان الأكثر الاهتمام بالمضمون. فلذلك قاعدة تمر بمراحل، أعتقد أن هي مقبلة أيضا على مرحلة رابعة ربما يحدث فيها أيضا نوع من التغيير. ماذا تتوقع أن يكون التغيير مع الجيل القادم وجيل الشباب المهتم في المسرح؟ متوقع أن ربما تكون هنالك لغة أخرى تكون مختلفة، لأن أصبح الجيل الجديد يهتم أكثر مثلا باللغة الأجنبية الإنجليزية بالذات. مجتمع أصبح في نوع من الثقافة المتجانسة المختلفة عن السابق، أعتقد أنها بتفرز شكل آخر من أشكال المسرح، وهذا يعني قاعد الواحد يلاحظه أنه يصير نوع من التغيير، جيل غير راضي عن ما قدم سابقا ويبغي يقدم شيء جديد، وهذا طبعا بفضل بعد ايضا وجود الكليات والمعاهد، واصبحت الامور مختلفه عن السابق. استاذ ناجي، نتحدث عن المدارس المسرحيه او المنهج المسرحي، هل يجب على اي شخص عندما يدخل هذا المجال ان يتبع مدرسه مسرحيه معينه او منهج مسرحي معين، ام يترك الموضوع لخصوصيه مثلا العمل او القصه او الزمان حتى؟ هو في البدايه لابد ان يكون مدرك ومتعرف على هذه المدارس، حتى لما يعني يصنع لنفسه منهاج معين أو خط معين، هذا الخط ربما يكون مزيج بين المدرسة الفلانية والمدرسة الفلانية، يعني ليس بالضرورة أن يكون هنالك نوع من المدرسة الفلانية أنا أشتغل عليها وهي بس. الأعمال تختار، بالنسبة لي أنا شخصيا أشوف أن هي تختار الوعاء مالها، أن الوعاء مالها لما تكون أنت مطلع وقاري وعارف المدارس المسرحية، تعرف كيف تتعامل مع عملك في أي وعاء تحطه. فمثلا المسرحية الكوميدية عادية مو محتاجة إلى فزلكة زيادة وإلى فرد عضلات، لا، هي جميلة جدا وماخذ الجانب الكوميدي اللي هو الظريف اللطيف، خلاص هي تكون في عالمها هذا. لكن مسرحية أخرى مثلا، والله عملت أنا مسرحيات في الهواء الطلق في الخارج، حسيت أن المناخ مالها خارجي يحتاج إلى أن
نشعر ان احنا بالبيئه برا في الخارج. مسرحيات تعملها لا في مكان مغلق ويكون سقفه نازل حتى تعمل نوع من الضغط النفسي على المشاهد. فلذلك لما تكون انت مطلع ومدرك وفاهم وعارف الحاله النفسيه اللي بيكون فيها المشاهد وهو يشاهد هذا العرض تكون مهيئ لهذا العرض وسائل نجاحه. فلذلك هي اولا واخيرا العلم هو اللي بيخليك تقدر تختار شو الطريقه وشو المدرسه المناسبه لهذا العمل. ننتقل لجوانب المسرح المختلفه، يعني لاحظنا يمكن تطور بصري، تطور في الاداء، لكن هناك عامل يمكن شويه نلاحظ لازلنا في نوع ما اقل انتاجا وهو الكتابه، النص، النصوص وكتابه السيناريو، سواء تحدثنا عن الدراما ام المسرح، يعني قله في كتاب السيناريو او في كتابه النصوص. اليوم لماذا حتى اليوم ما عندنا هذا الاهتمام او ما عندنا هذا يعني وجود أشخاص أكثر في مجال الكتابة على وجه التحديد؟ الكتابة بشكل عام على مستوى العالم على مستوى العالم صار في عندنا مشكلة أساسية هي ضعف الحكاية. الحكاية ضعيفة. ليش صارت ضعيفة؟ نتيجة الحكايات اللي الإنسان يوميا يشاهدها، مثلا تأثير الثقافة الأمريكية بالذات السينما الأمريكية، أنا أعتقد بأن هي أضعفت من الحكاية. صار الاهتمام بسلسلة مان وأخوانه، كان سبايدر مان، سوبر مان، غيره، كل عالم يعني كأني وديك للغيبوبة. فلذلك ما أصبحت هنالك نصوص حقيقية، نحن ما صرنا نشوف إنسان حقيقي بقدر ما صرنا مهتمين بأشخاص غير طبيعيين. هذه ما أوصلونا إلى مستوى صرنا نبحث فيه عن الإنسان العادي، عن الحكاية العميقة، لا، صارت الأشياء كأنها نشوفها كأنها شكل فقط. فهذا أثر على الناس كلها، الثقافة الأمريكية والسينما الأمريكية أثرت على العالم كله وليس علينا. فصارت هذه المسألة يعني مؤثرة سواء كان في الرواية، في القصة، في الكتابة المسرحية، في الكتابة السينمائية، أصبح هنالك في ضعف في الحكاية. فأصبح الكل متشدق ويبحث عن الشكل. فأصبح عندنا من الآن مسرح شكل وليس مسرح مضمون. الشكل صار هو الطاغي، لكن في النهاية ما يقدم شيء. نحن مجرد ألوان ومجرد إضاءة ملونة وأكروبات لكن وين العمق؟ لا يوجد عمق. فصارت الأعمال تخلو من العمق، تخلو من الحكاية اللي تثير أسئلة. أنا أعتقد أن احنا محتاجين إلى أن نعيد النظر في إعادة تربية حتى المسرحيين وغيرهم على أن على العمق، نرجع للعمق، لأن في النهاية المسرح هو الحياة، المسرح يمثل الحياة، الحياة ليست سوبرمان. جميل. والعديد يمكن لما تحدثنا عن السينما أنا يعني مرت في بالي فقط ألوان وحركة تخلي الشخص في إثارة دائمة، أكشن، يعني كأن نحن نتماشى مع العالم في هذه السرعة، سريع سريع جدا، وخلينا نبتعد عن البطء الطبيعي للحياة اليومية، علاقاتنا مع الأشخاص والآخرين، علاقتنا مع أنفسنا حتى. كيف نعيد هذه الحكاية بشكل أفضل؟ كيف نروي حكاياتنا سواء مسرح، سينما، دراما، نرويها بشكل أفضل ونعززها أيضا كتابة؟ أن يتيقن المسرحيين إلى نقطة الضعف ومعالجتها. يعني الفنانين هم اللي يشوفون أن هذه النقطة يجب معالجتها ويكون بأمانة. هي المشكلة ليست أن والله نحن أخطأنا، كل بني آدم يحاول ويجتهد ويخطئ، لكن أن نصحح الخطأ. الآن نحن أنا أعتقد نحن الآن نمر في مرحلة صعبة جدا، محتاجين إلى فعلا أن نعترف بأن نحن أخطأنا، محتاجين إلى نروح فعلا إلى الفن الحقيقي، لأن الفن الحقيقي قادر على أن يعمل تغيير. الفن مو ما أشوفه أنا مجرد شيء هامشي، هو مش هامشي. لذلك الآن التأثير اللي صاير في الأجيال حد بالذات اللي هي الأجيال الحديثة، التأثير صاير بفضل الثقافة اللي هم ينهلون منها. إذا الفن والثقافة تقدر تغير إنسان، فهي غيرت هذا الجيل اللي أصبح الآن مرتبط بالشكل. طيب نعيد المسألة مرة ثانية، مع التكرار
تتغير البني آدم. هي المسألة فقط أن إحنا نعترف بأن نحن أمام مشكلة حتى نغيرها فقط. أيضا أستاذ ناجي لما تحدث عن المسرح هناك جوانب مهمة كذلك في إنتاج عمل مسرحي، عندنا الديكور، الإضاءة، المكياج. نلاحظ اليوم يمكن بدأ الإقبال بشكل يعني يمكن أكثر من السابق على هذه الأمور. ما أهمية اليوم كذلك من أجل إنتاج عمل مسرحي جيد أن نؤهل فنيين في الأزياء، في الإضاءة والأمور الأخرى المتعلقة في إنتاج عمل مسرحي متكامل؟ صحيح، في جوانب وايد الناس يعني المسرحيين نفسهم مو مطلعين عليها ذاك الاطلاع ويتوهمون ان هي ان هذه مثلا ربما تكون هاي صحيحه. يعني مثلا يتكلمون مرات عن حركه الجسد، معتقدين حركه الجسد بان الانسان قاعد يتلوى ومش عارف ايش وكيف، ان هي اطلاقا ما لها علاقه. ربما يكون هذا الانسان واقف، كيف يسحر عيونه، كيف اصابعه تتحرك، ها كله يعني يا نتيجة علم أن ما في شيء مجاني. المسألة في سوء فهم في الأشياء. فمثلا أنا آخر مسرحية اشتغلتها كانت 2016، ممثلة الرئيسية عندي جالسة على الكرسي، أبدا ما تقوم من على الكرسي، بس مو معناته ما تتحرك. كل حركة فيها مدروسة، كل حركة إصبع، كل رمشة عين، كل شيء محسوب. المسألة فيها دقة في الحساب وليس أي شيء. أنا أتعامل يعني أحب الناس تتعامل مع المسرح كأنها تتعامل مع رياضيات. المسرح مو بدك تسوي فيه أي شيء، لأن لابد أن تكون الأمور محسوبة بدقة شديدة، كل شيء لازم يكون متوائم مع بعضه. لما نكون مثلا والله الملابس ألبس أي شيء، ليش ألبس أي شيء؟ هذا تأثيره على العين، الألوان كلها لازم تتناسق علشان تعطي لوحة تشكيلية جميلة بالنسبة للمشاهد. هي مو بالمتعة البصرية، في ناس جالسة تتشقلب مثل ما يقولون وكروبات، لا 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 إطلاقا. هي لوحة، يعني اللوحة الصامتة أنت لما تشاهدين لوحة تشكيلية صامتة، بس بالنسبة لك تتحرك لما يشوفها عين الفنان، كيف يشوفها كيف هي شو فيها وكيف جالسة تتحرك وكيف الأشياء مضبوطة فيها، كل شيء في مكانه. إذا المسرح نفس الشيء، هي مش بالضرورة يكون في عندنا كل هذه الحركة عشان نسوي والله مسرح حركي. في مفاهيم مغلوطة للأسف نتيجة عدم القراءة، عدم الاطلاع. فهذه دائما الأمور ما تخلي الفنان هذا يبدع أكثر، يوصل إلى مرحلة وبعدين يصبح ممل، لأن هو مو فاهم اللي يسويه. فنحن في عندنا الجهل هو العامل الأكبر، وهذا الخوف فيه على الشباب اللي هم ما يحبون الاطلاع، ما يحبون أنهم يشوفون، ما يحضرون معارض تشكيلية، مو قادر يعرف الربط بين اللوحة التشكيلية وبين اللوحة المتحركة اللي هو يصنعها المسرح. فالصوت نفسه، حساسية الصوت ما بعارفين، لأن الصوت إذا علا بزيادة راح يضايق المشاهد، أنه يعني ينزعج، فيضطر أنه هو كان يكبت المسألة فيه فينزعج من المنظر، فكله تأثر. الذائقة مرتبطة بكل حواسنا، فالحواس لازم تكون يقظة جدا. أما مخرج حواسه ما بيقظة لا يمكن يعمل إبداع على الإطلاق، وبالذات السمع والبصر هذه حساسية دقيقة جدا، وترسم بهذا الشكل الدقيق من خلال حاسيتك أنت كمخرج وحتى حساسية الآخرين كيف يسمعون وكيف يشوفون. أما ما تصير المسألة هي كل واحد بس بيدعي الإخراج ولا بيدعي التمثيل، لا، العلم أساس. ايش حق يبون يحرمونا من ريحة البحر واحنا يا الله نوايج عليه مدري ايش، يبون يفرونا الصناعي وصنادق، ايش حق؟ أستاذ ناجي، يعني في احد المقالات قرات انك تقول ان اهمالنا لتراثنا المسرحي الكلاسيكي جعلنا في غيبوبه، ماذا تقصد بذلك وكيف نصحو من هذه الغيبوبه؟ يعادل نفس الكلام اللي ذكرناه، أن فعلا احنا رايحين للشكل ومهملين في عندنا حكايات شعبية كبيرة. ما حد عنده استعداد يتعب شوي وروح يغوص في هذا التراث حتى ينهل منه. يعني تراثنا جميل
وما في يعني مسألة عيب أن الواحد يشتغل على التراث، بس ما نشتغل على التراث على أساس متحفي. لما نشتغل عليه على أساس متحفي نحن ما قدمنا شيء للوقت المعاصر، احنا نشتغل عليه نستفيد منه على أساس الوقت الحالي، كيف نحن نراه وكيف يساعدنا في إيصال أسئلة تثار في الوقت الحالي، لكن مو فقط نقل. هذه الحالة المتحفية أنا والله يجيب والله قصة كانت تروى بهذا الشكل وتعال حطها كما هي، هذا احنا مو رايحين نشوف متحف. فرق في أسئلة تثار من خلال قصة شعبية أو حكاية شعبية. يعني أنا اضطريت أني أروح في مسرحية خرزة الجن أعيش في الجبال، في الجبال، وأعيش عند مجموعة من يسمونه مبدا في منطقة عندنا بين دبا وراس الخيمة، عشت ياهم وشفت حالتهم وكيف تصرفاتهم وشوف فنونهم الشعبي. هذه إلى اليوم هذا التراث اللي أنا شفته إلى الآن ما في حد يعني اهتم فيه أو أن عرضوه بالتلفزيون أو حد سجله، ومستغرب إلى اليوم. يعني عندهم رقصات شعبية تختلف عن اللي احنا متعتادين عليه، عندهم تصرفات غير، عندهم ملابس يلبسونها بشكل غير. فناس عايشين في 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 عالم قريبين منا، كل المسألة هي مسافة يعني ساعة، لكن ما نعرف عنهم شيء. فأنا شعرت بالمتعة أني رحت اشتغلت يوم أن عرفت جزء من هذا التراث وتراث بلدنا، فمحتاجين نروح ونشوف ونستفيد منه ونبني من هذا جانب جديد معاصر. أستاذ ناجي، ذكرت التراث، وأنا يعني شخصياً أؤمن فهم التراث ومعرفته والاطلاع عليه مهم جداً لأي شخص يعمل في المجالات الأدبية والثقافية والفكرية، لكن البعض يخاف من التراث أستاذ ناجي، يقول أن مثلاً التراث يعني ماضي، يعني يمكن قصص قديمة مرت علينا. اليوم أنت تحب الحكاية الشعبية والتراثية وتؤمن بأهميتها، كيف نقدم اليوم هذه القصص من غير صورة نمطية أو صورة يمكن مكررة عن مثل هذه الحكايات الشعبية اللي لدينا في المنطقة؟ هي محتاجة ترى إبداع. قلت لك ترى هي كل المسألة ليش صايرة مقبولة؟ لأنها منقولة بشكل متحفي. نتخلص من هذا الجانب، نعطيها شكل آخر جديد مدهش الناس بتقبل عليه. المتعة في الفن هي الأساس. شيء أنا أشوفه ممتع سواء كان قديم حديث غيره، هني المتعة. يعني المتعة المشعر بأن أنا منجذب لهذا العمل، مو بقادر أن أنا ما أشوفه، لذلك أصبح مدام أصبح ممتع خلاص كاف، هي المتعة. يعني مو منتظر من الفن أنه هو يعمل أكثر من هذا. يعني هو يمتع المشاهد العادي، اللي أكثر من عادي بيشوف أسئلة قاعدة تطرح من خلال هذا العمل. يعني إحنا مو بالضرورة لازم كل واحد بيطلع من بعد مشاهدة العرض أنه والله يدخل في جدل وفي مدري إيش، لا 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 لا، هي كل واحد على حسب ثقافته على حسب تفكيره، والكل طالع مستمتع. هي اللي نقصنا أن مو بقادرين إن يضيفون هذه المتعة مثل البهارات الجميلة على هذه الأكلة، صايرة مو محببة. يوم يشتغلونها ما تكون محببة، لأن لا زالت العين اللي تشوف من خلال متحف، وهذا أنا أرفضه. مسرحية من هالنوع تبي لي حكاية شعبية بس لمجرد إني حكاية شعبية ما أحب أشوفها. إذا ما صارت هذه تحدثت وأصبحت كأنها جالسة تقدم في العصر الحالي وتثير أسئلة الناس في الوقت الحالي، هني ما يصبح منها فائدة. صحيح أستاذ ناجي، يعني هذه النقطة، أحياناً عمل ثقافي أو أدبي أو مسرحي قد يقدم متعة فقط، البعض قد يجيب على تساؤلات، والبعض أنا بالنسبة لي الممتع هو العمل أو الفكرة التي تثير المزيد من التساؤلات، تجعلنا نبحث أكثر عن إجابات مختلفة. خلينا نتحدث أستاذ عن يمكن أعمال قمت بها وشاركت في الخارج، وهذا يأخذني سؤال أهمية ترجمة مثل أعمالنا الخاصة بنا والذهاب إلى مسارح عالمية والمشاركة بها. يمكن أستحضر أحد تجربة باب البراحة
اللي شاركت في إسبانيا وقمت بتحويل النص من اللهجة المحلية إلى اللغة العربية الفصحى ثم الترجمة ليستطيع من يشاهد هذا العمل في إسبانيا أن يفهم هذا العمل وتجارب أخرى في فرنسا وغيرها. خبرنا عن أهمية ترجمة أعمالنا. شيء مهم أنك أنت يعني تطلع الآخرين على تجربتك وهي يعني الصدمة أنا صارت لي في العمل الأولاني اللي هو قبل باب البراحة كان ما كان لأحمد بنت سليمان وهذا عمل يعني صار فيه محاولة إلى تقديمه باللغة العربية والفرنسية في نفس الوقت يعني مزجنا ما بينهم أعطينا يعني جزء في كذا عربي وجزء فرنسي فكانوا يعني نحاول توصيل الفكرة للفرنسيين رغم أن الفرنسيين كانوا عارفين العمل على اعتبار هو أصلا كانت هي رواية للكاتب طاهر بن جلون فهم جايين يشوفونها فكان يعني أثارهم أن كيف تقدم وبعدين لأول مرة يكون إدخال اللغة العربية في هذا المهرجان هو مهرجان أفينيون اللي هو ما يقبل إلا اللغة الفرنسية فنحن حبينا ندخله الاثنين مع بعض والحمد لله نجحت الأمور. الآخرين ما يعرفوننا ولا يعرفون شيء عنا. من الأشياء اللي ذكرونا إياها أن كأنهم يشوفوننا كأننا نحن ناس نفهم في الشغل. كيف نفهم ونحن عايشين في خيام؟ قلنا نحن ما في خيام. قالوا لنا في خيام. نفس الموقف صادفته في أسبانيا لما رحت أعرض باب البراحة أن في المؤتمر الصحفي مستغربين يعني لا زالت الصورة اللي في ذهنهم أن إحنا بعدنا عايشين في خيام. فرغم أنهم يشوفون العمارات ويشوفونها بس يقولون هذا عالم آخر وأنتم عايشين في عالم آخر. طيب هذه الصورة المغلوطة مو المفروض أن تصحح؟ فمين اللي بيصححها؟ الأعمال لما تترجم سواء كانت ترجمت كنصوص إلى لغات ثانية أو الأعمال هذه عرضت في الخارج ولو صار في عليها ترجمة سواء كان يعني باب البراحة ترجمة فورية كانت مصاحب العرض ونفس الشيء عملته فيه بعد ما كان لأحمد سليمان بالألماني عرضت في دبي كان أسبوع الثقافي الألماني العربي وعرضت بالألماني يعني بالترجمة فورية ألمانية ووصلت لهم المسرحية حاضرين ويشوفون الناس تتكلم بالعربي لكن يسمعون ترجمة فورية ياسين يشوفون شيء هم مو متصورين أن هذه الناس عندهم هذه الثقافة هي المشكلة ما قدرنا نحن ثقافتنا ما قدرت توصل إلى الخارج فلذلك هذا أمر يعني أنا أعتقد مهم جدا إيصال الأعمال سواء الفنية أي ما كانت ثقال يعني مسرح سينما غيره أن توصل حتى الآخرين يعرفون شو اللي يصير عندنا هذه نقطة كذلك طرحت في الأدب أستاذ أن أعمالنا في الكتابة الأدبية يجب أن تترجم حتى يفهمنا الآخر بطريقة يمكن من خلالنا من خلال أعيننا وتجاربنا الخاصة هو يفهمنا بشكل أفضل. بالنسبة للمسرح اليوم يعني نحن في الشارقة كذلك في الإمارات الأخرى لدينا اهتمام بالمسرح بشكل كبير وأخص يمكن تجربة الشارقة على اختلاف المسارح أو المهرجانات اللي تقدمها اليوم تواجد مثل هذه المهرجانات والتجمعات الخاصة يعني لا أخص فقط الأعمال المسرحية لكن هناك ندوات تقام بعد العروض هناك ورش عمل تقام ما أهمية اليوم استمرارية مثل هذا من أجل يعني حركة مسرحية مستمرة ومزدهرة يعني الحمد لله نحن في الإمارات محظوظين بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي باهتمامه بالمسرح يعني ما أعتقد يعني في مجتمع أو دولة ثانية عندهم حاكم يهتم بهذا الجانب بقدر ما اهتمامه هو في 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 مسرحنا فلذلك المسرحيين افترض أنه هم يعني يستغلون هذه الفرصة العظيمة بأن دائما يكونون في مرحلة تقييم لما يقدم احنا محتاجين إلى أن نتطور باستمرار يعني صاحب السمو يكفي أنه هو مقدم الدعم لكن علينا كمسرحيين أن احنا نكون باستمرار نقيم تجربتنا نشوف نحن وين وصلنا حتى نطور من نفسنا لكن صار في نوع من التكرار فالتكرار ما محتاج إلى أن المسرحيين يجتهدون مو أحد غيرهم هم كمسرحيين يقولون احنا لازم نقيم تجربة حتى نطورها لأكثر تصير أفضل وأفضل لأنه صارت أصبحت دخلت في عالم التكرار والتكرار ممل وأصعب شيء يواجه المسرح
هي مسألة الملل. يعني المصيبة الكبرى إذا يا المشاهد شعر وهو شاهد المسرحية بالملل، إذا شعر بالملل فمعناته العمل سقط. لذلك صاير في أعمالنا الأخيرة ملل، وهذه نقطة مهمة جدا يجب دراستها. ليش يصير ملل؟ الملل معناته الإنسان يقول بس يطلع، هذا يعتبر فشل بالنسبة لي. حد طلع من عملي أعتبر نفسي فشلت. أستاذ ناجي، يمكن ذكرنا العديد من الأمور، منها التحديات البصرية، إحنا نتابع بشكل كبير أو نشوف عناصر إبهار بصري من خلال هواتفنا حتى. إلى جانب هذا، ما هي أبرز التحديات اللي ممكن تواجه المسرح اليوم في المنطقة تحديدا؟ المسرح يعود إلى مضمونه، إلى البني آدم الإنسان. أهم جدا من العمل البصري. ممكن مسرحية تقدم في مساحة جدا صغيرة ولا لا علاقة لا بالتقنيات يعني الزائدة ولا شيء، وأنه يقدم عرض مبهر ويكفي. وهذا التحدي أذكر أنا قلت لهم يا لما قدمت باب البراحة، باب البراحة خالي من كل شيء إلا الممثل. أنا شلت حتى الكواليس الجانبية، شلتها خليت المسرح عاري مبين فيه كل الأشياء المخفية اللي هي سواء كانت الإضاءة الموجودة أو حتى الحديد اللي موجود، كل حاجة خلوها كما هي، الأسلاك خلوها كما هي، لأن طالما المشاهد الممثل أسرنا هو ما راح يلتفت لهالأشياء. وخلنا ندخل في التحدي، كيف بإمكان الممثل فقط أنه هو يكون جاذب، لأن لما يدخل بداخله ويقدم إبداع أرقى بكثير من أن العين تقدر أن هي لحظة تتحول عنه. المسرح مو محتاج لها، محتاج إلى الصدق، ومحتاج إلى ناس تتعامل مع الإبداع بالصدق فقط. بعدين تي كل المكملات، إضاءتي في باب البراحة عادية جدا، ما فيها أي شكل من أشكال، لا في ألوان ولا شيء، فقط فقرة صغيرة على أساس ليل في إضاءة زرقاء فقط خلال دقائق، الباقي كنفس الإضاءة، كل شيء ماشي كأنه نفس الشيء. عندي 4 سراير وحبل ممدود من فوق لتحت. ما محتاجين، احنا المتعة البصرية محتاجة أكثر في السينما، محتاجة أكثر في كذا، وممكن نسويها في المسرح، لكن ما ننسى الأصل. أهملنا القصة والحكاية وأهملنا الممثل، انتهى الموضوع. هي حكاية وممثلين مبدعين ومخرج جيد، غير كذي ما محتاجين. ويمكن خصوصية باب البراحة، يعني كان يخبرني زملائي أن حتى الممثلين، يمكن كانت خصوصيته أن الممثلين 4 ممثلين حصلوا على جوائز، 4 رجال ومرأة، وحصلوا على جوائز في هذا العمل، وكان يعني عمل مسرحي يحصل عليه هذا العدد الكبير من الممثلين من عمل واحد على جوائز، كان يمكن قيمة مهمة بالنسبة لهذا العمل. خبرنا عن ذلك أستاذ. هم فازوا في الجائزة في المهرجان الخليجي، وعلى اعتبار التناغم اللي كان بينهم كمجموعة فأعطوهم الجائزة كلهم ممثلين كمجموعة في التناغم، اللي يعني لغوا جائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة، وهذا أعطوها هي جائزة واحدة فقط لهذه المجموعة. كانوا يلعبون المسألة بينهم يعني كأن هارموني، كأن موسيقى، كأن آلات تسلم بعضها بعض. أنا لغيت أي شيء يتعلق أيضا حتى بمجال المؤثرات الصوتية، واعتمدت على أصواتهم هم، على الغناء، على الصوت، أن نقدر من خلالهم هم ممكن يكونون كل شيء. هي كانت تجربة حتى أعطي إثبات بأن الممثل هو الأساس، أن اللي بيعمل إبداع مو محتاج إلى كل الإبهار الشكلي، لأن في النهاية لا يمكن في أي لعب بالنسبة للمسرح الشكل أن يطغى على المضمون. المضمون في البداية، الحكاية والممثل مالي يكفي، الباقي ها كلها مكملات. أستاذ ناجي، المشاهد اللي يتابع الأعمال المسرحية، ما أهمية دوره اليوم في إنتاج الأعمال المسرحية؟ وجوده، حضوره، متابعته، مشاهدته، ماذا تمثل بالنسبة للمسرحي؟ بدونه ما في مسرح. مشاهد أساسي، بدونه ما في مسرح. بدونه إحنا جالسين
يعني مثل ما نقول نقص على نفسنا، نضحك على نفسنا، يعني ما في مسرح. احنا ياسين على الخشبه وانت مع الخشبه بس بدون شو اسمه. المشاهد هو الرئه، هو الرئه اللي نتنفس نحن منها. فهو اذا كان يعني متفرج جالس يشوفني ويتفاعل معاي انا اقدر اتنفس. اذا بدون المشاهد احنا ما نصنع شيء. يعني ممكن يصير في مصنع سيارات يصنع بس يخليها عنده ما يبيعها للناس، انا اعتبرها فشل. اذا مو قادر اجذب مشاهد انا فاشل. واليوم شو هي المسؤوليه اللي تقع على المسرح في تنميه ذائقه المتابع والمشاهد بالنسبه للمسرح؟ ان يكون التعامل بصدق شديد ويا المشاهد ويا انفسنا. واتقان المساله تي من خلال الصدق، نكون صادقين في شغلنا. هي محتاجه الى ان احنا نحرص على ان يكون في عندنا ابداع حقيقي، والابداع الحقيقي بيخلي المشاهد هو اللي يحرص على ان يتابع. خير استاذ ناجي، هل سنرى عوده قريبه كتابه ام اخراج الى المسرح؟ ربما، بس انا الان مهتم بتدريب الجيل الجديد. شكرا لك استاذ ناجي الحي على وجودك معنا في حلقه اليوم. وشكرا لكم على استضافتي. شكرا، نلتقي في اشراقه جديده. شاهد الحلقه كامله على تطبيق مرايا.